وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل يا شيخ إذا حلفت عدة مرات على شيء إن مش هعمل حاجة معينة وعملته عدة مرات كم كفارة عليه إخراجه؟ نعم. حلفت على شيء لم أفعله أبدا عدة مرات. حلف على فعل شيء أو على تركه عدة مرات عليك كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه واحد. يعني إذا قلت والله لا أسافر، والله لا أسافر، والله لا أسافر، كفارة واحدة. بارك الله فيك.